أهلا فيكم. اليوم بدنا نتعلم كيف نخلط سلطة. بعرف إن شغلة هيئتها سهلة كتير، بس فيها طرق معينة وهلا منشوفهم سوا. هلأ لنخلط السلطة أحسن طريقة، مش كل الأدوات اللي بيعطوكن إياها، الملقعة والشوكة وكل شيء، هن الأصابع. الأصابع اللي انعطونا هن معمولين للسلطة، لأنه مثل ما حتشوفوا ما بكسروا السلطة وبخلوها تندمج بصلصتها وتندمج كلها سوا من دون ما تتخرب. شفتوا شو بتكون حلوة؟ وبدها تطلع بدها تهوي السلطة. إذا استعملت بالملقعة والشوكة اللي حيحصل إنه حتتمعس السلطة. بعد ما نخلطها بهالطريقة لتندمج مزبوط على مهلنا بإيدينا بدنا نسكبها. لنسكب السلطة نقينا كيسة شفافة. ليه شفافة؟ لأنه السلطة شيء كتير حلو لازم يبين، ما لازم يبين مع معوس، ومشان هيك عم نخلطه بإيدنا وحنضلنا نخلطه بزيت الطريقة. لنسكبه حناخد من تحت، أهم شيء ناخد من تحت مشان ناخد من كل الأنواع، لأنه كل شيء تقيل مثلا البندورة هينزلوا لتحت. مثل ما شفتوا بناخد من تحت منحط وبنرجع منطلع لفوق. مبينين هيدول الأشياء إنه ما كتير مهمين أو إنه شيء سهل، وهيدا اللي حيسمح إنه تكون السلطة حلوة وحتى طعمتها حتكون أطيب بس تنخلط بهالطريقة.